أيام ويحسم المنصب التشريعي الأهم، رئيس مجلس النواب، وطريق الحسم يبدو في غرف خارج البيت التشريعي، هنالك حيث تدخل حسابات القوى السياسية في تسمية الرئيس. وفق مراقبين، فإن الخارطة السياسية قد تشهد تغييرات قبيل وبعد عملية الانتخاب، تخيم الصفقات وتوزيع المناصب، ومنها مناصب المحافظين على الكرسي التشريعي الأول. وعلى ما يبدو، فإن المنصب لا يزال غير محسوم، استنادا إلى أجواء التفاهمات المتقلبة التي لا يمكن توقع نتائجها. أغلب العملية السياسية هي جرت بنظام محاصصاتي، تقسيم، على اعتبار أنه البعض يطالب بأنها هي استحقاقات، ولكن أعتقد هذه الاستحقاقات بدأت يعني تأخذ كثيرا من العملية الديمقراطية اللي من المفترض أن تبنى عليها العملية السياسية، وبدأت هناك مجاملات وصفقات بين الكتل السياسية. ووفق متخصصين، فإن الرئيس القادم لابد أن يتمتع بقدرة على إعادة البرلمان إلى سكة الرقابة والتشريع، بعيدا عن أنظمة توزيع المناصب، ومع ضرورة تسنم أسماء جديدة تحظى بمقبولية لدى الجميع ضمن محددات أهمها العمر. الطريق السياسي يفترض أن تكون هنالك مواصفات يعتمد بها المقبولية والقاعدة السياسية وكذلك التصويت بشفافية، لكن في السياسة العراقية لا يوجد هذا الشيء، يعتمد بالدرجة الأولى على حجم التوافقات ورؤساء الكتل وتوافقاتهم وحجم التسهيلات ما بين الأطراف، هذا هو من سيسهل القضية لانتخاب ووضع، أنا أعتقد هو وضع وليس انتخاب لرئيس مجلس نواب. تتوقع الأوساط السياسية صعوبة حسم المنصب بجولة واحدة، ستحدد الأصوات النيابية والمعادلات داخل القاعة التشريعية التوجه صوب جولة ثانية وحسم المنصب أو ترحيل الأزمة إلى ما بعد جلسة السبت. التقلبات السياسية في الساعات الأخيرة وصناديق الاقتراع السري في داخل القاعة التشريعية قد يملكان كلمة الفصل في تحديد اسم الرئيس القادم للبرلمان لإنهاء حالة شغور استمرت أكثر من نصف عام. من بغداد، علي أسد، يو تي في.